متى يتصالح الفكر؟ متى يتوقف الإنسان عن الطغيان والشر؟ متى يتوقف الإنسان عن الطغيان والشر ويبني من هدى القرآن حياة الأمن والخير، حياة الضعيف بها يعيش الخوف والرعب؟ كتاب الله، كتاب الله متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه؟ متى يتغاضع العصر ويستهدي بنور الله؟ متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه؟ متى يتغاضع العصر ويستهدي بنور الله؟ متى يتواضع الإنسان لرب الكون جل علا؟ إذا ما أدمن النسيان فإن الله قد ينسى. متى يتواضع الإنسان لرب الكون جل علا؟ إذا ما أدمن النسيان فإن الله قد ينسى. ويتركه مع الدنيا فقير الروح والوجدان، ويتركه مع الدنيا فقير الروح والوجدان. مع الله الذي سواه؟ متى يتواضع العصر ويستهدي بنور الله؟ متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه؟ متى يتواضع العصر ويستهدي بنور الله؟ متى يتوقف الإنسان عن الإمعان في الدين؟ وهل يرجو والرحمن من الظلمات يهديه؟ متى يتوقف الإنسان عن الإمعان في الدين؟ وهل يرجو سوى الرحمن من الظلمات يهديه؟ إذا بالعلم قد سكر فإن الصحو مطلوب، إذا بالعلم قد سكر فإن الصحو مطلوب. لأننا لم نزل بشرا علينا الموت علينا علينا الموت مكتوب. متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه؟ ويستهدي بنور الله. متى يتصالح الفكر مع الله الذي سواه؟ متى يتواضع العصر ويستهدي بنور الله؟ ويستهدي بنور الله، ويستهدي بنور الله.